الواد بروسلي ده ايه؟ اي نعم هو صيني بس يعجبك، نينجا نينجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم متابعي قناة من هنا وهناك، معكم بلال نصر. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن سؤال مهم جدا. السؤال بيدور حوالين حقيقة الفنون والرياضات القتالية، هل هي فعلا حقيقي ولا لا؟ طيب ده سؤال. طب ايه الفرق بين الكاراتيه والكونغ فو والنينجا والساموراي والكابورا والرياضات اللي هي القتاليه بشكل عام، ايه الفرق بينهم؟ طيب سؤال كمان برضو مهم جدا، بروسلي او جيتلي او جاكي شان، هل فعلا هم ابطال ولهم قدرات قتاليه؟ هجاوبك على السؤال ده بالادله وبرضو هقول لك وجهه نظري فيها. نبدا الاول بانواع الفنون القتاليه بس بعد الفاصل. نبدا بقى اولا مع رياضه الكاراتيه. كلمه كاراتيه هي كلمه او معناها الايد الفارغه باللغه اليابانيه، وبالتالي فلعبه الكاراتيه هي رياضه يابانيه نشات في جزيره اسمها اوكيناوا. اوكيناوا دي جزيره قريبه من الصين. خلي بالك ان اهل اوكيناوا كان محرم عليهم حمل الاسلحه من قبل قوات الساموراي. هقول لك يعني ايه ساموراي في الحلقه ان شاء الله. وكان متحرم عليهم ان هم يحملوا أسلحة، فلجوا من هم يتعلموا الفنون القتالية اللي موجودة في الصين ويطوروها، وظهرت رياضة الكاراتيه. خلي بالك ان رياضة الكاراتيه بدأت تظهر في العالم بداية من سنة 1900 او قبلها بكام سنة، بدأت تنتشر في العالم، والجيش الياباني اخدها رياضة او قتال او بيعلم افراد القوات بتاعت اليابان الفنون القتالية اللي هو الكاراتيه، وبدأت تنتقل لدول كتير من طبعا من ضمنهم امريكا، واصبحت رياضة منتشرة في العالم. وخلي بالك ان الكاراتيه بتعتمد على الدفاع عن النفس ومنتشر بين الرجال والنساء، وهي رياضة لها بطولة عالمية لكن مش لعبة أولمبية. الرياضة التانية بقى رياضة الووشو كونغ فو، وأنواعها كتير وأساليبها كتير. خلي بالك إن الووشو كونغ فو هي رياضة صينية، طبعا من أشهرهم أو أشهر بطل لها بروسلي وجيتلي وجاكشان وناس كتير. خلي بالك إن الرياضة دي هي كانت في الصين وانتشرت بعد الحرب العالمية التانية، كانت بتنافس رياضة الكاراتيه. طبعا هي رياضة لها بطولات عالمية وبتعتمد على الدفاع بالنفس بالإيد وبالأسلحة، وخلي بالك إن هي برضو رياضة غير أولمبية أو ما بتتلعبش في الأولمبياد. الرياضة التالتة بقى اللي هي رياضة التايكوندو. التايكوندو دي رياضة كورية، واللي بيميز التايكوندو عن الكاراتيه والكونغ فو إن هي لعبة أولمبية وبتتلعب في الأولمبياد، ومصر لها أبطال كتير في التايكوندو. طبعا تعال بقى نتكلم بقى عن حاجه موجوده ويعتبرها رياضه او اسلوب، اللي هو الساموراي. الساموراي بقى يعني ايه ساموراي؟ الساموراي دول هو افراد الجيش او المحاربين اليابانيين القدماء. دول كانوا بيتولوا الدفاع عن الامبراطوريه اليابانيه وهم افراد الجيش. كان اي حد بيطلق عليه لقب الساموراي، طبعا هي ليها اساليب وشرف كبير في الجيش الياباني، ودافعوا عن اليابان لسنين كتير بل قرون، لكن هي حاليا ما عادتش موجوده. بس الساموراي كان شرف ما بعده شرف، مش اي حد يطلق عليه ان هو ساموراي. المشكله بقى ان كان بيبقى ساعات في صراعات بين عائلات في الساموراي، وكان بيلجأهم لافراد يعملوا عمليات اغتيال. الافراد دول كانوا بيسموهم النينجا. النينجا ده كان افراد او اسلوب معين، كان اسلوب محرم، يعني اذا بقول كده اسلوب مذموم، يعني اي حد نينجا ده حاجه غير مشرفه ان هو يكون او يتشرف بيها. كان دايما النينجا دول بيعتمدوا في الخفاء، كان بيلجأوا لهم ان هم ينفذوا عمليات الاغتيال في السر. ببساطه كده النينجا فكرته ان هو بيكون شخص ملثم بيتجسس او بيندس في وسط ساموراي او في اي مكان وبينفذ عمليه اغتيال، يعني من الاخر كده هم قتله ماجورين. النينجا حولها غموض كتير، لكن ظهر في الفترات الاخيره ايه هو النينجا واساليبهم وفنون القتال بتاعتهم، ويبقى ان هو فنون او اسلوب قتالي منعزل لوحده عن الساموراي، واسلوب قتال يعني كان مذموم فيما مضى. خلي بالك ان في مصر برضو كان في رياضه شعبيه في مصر اللي هي زي التحطيب. التحطيب دي رياضه فرعونيه في الاصل، طبعا هي منتشره في الصعيد لكن هي اساسا فن قتالي فرعوني. برضو عندك زي البرازيل في الكابورا. الكابورا ده اللي هو بيعتمد على الراس وبيتم القتال بيه عن طريق الراس، ودي رياضه في امريكا الجنوبيه او بالذات في البرازيل.
بعد الفاصل هقول لك على شوية معلومات كده مهمة جدا عن الفنون القتالية، وهل فعلا ساعدت الدول دي ولا لأ. ركز معايا، هقول لك حاجات مهمة بعد الفاصل. طب تعالى بقى كده نجاوب على السؤال اللي بيقول ايه، هل فعلا الفنون القتاليه ومعلمين الفنون القتاليه دول قدروا يدافعوا عن اوطانهم بالحركات بتاعت الفنون القتاليه؟ الاجابه منطقيه وبسيطه، لا طبعا. ايه السبب الاجابه دي؟ ليه انت بتقول لا؟ بسيطه جدا، هو بروس ده مش كلموا معلمين؟ حضروا الاحتلال الياباني للصين، قدروا يدافعوا عن الصين؟ ما قدروش طبعا، ولا كونغ فو قدر يدافع عن الصين. خلي بالك ان الصين كان تعداد سكانها نص مليار، 500 مليون مواطن. اليابان كقوة عسكرية تعداد سكانها كان 71 مليون مواطن. شوف بقى، انا مش بتكلم على افراد عسكريين، بتكلم على القوة الشعب. اليابان كانت 71 مليون، الصين كانت 500 مليون. الكلام ده كان سنة 38 اللي هي بداية الحرب العالمية الثانية. اليابان قدرت تحتل الصين، مش الصين بس، ده الصين وكوريا والفلبين وفيتنام واندونيسيا، كل دول شرق اسيا اليابان احتلتها. تعداد اليابان في الفتره ده 71 مليون. الكلام ده طبعا كان باسباب القوه العسكريه، التفوق العسكري والعلمي لليابان. خلي بالك ان يعني عشان برضه اثبت لك نقطه مهمه، ان عدد القتلى للصين اللي هي كانت 500 مليون مواطن، مات كمواطنين عاديين حوالي من 7 مليون ل 11 مليون مواطن لأثناء الحرب العالمية الثانية. مات العسكريين من 2 مليون ل 4 مليون عسكري. إجمالي القتلى بتاع الصين في الحرب العالمية الثانية من 10 ل 20 مليون مواطن وعسكري. يعني بالنسبة كده لو أنت حطيتها بنسبة 2 ل 4% من يعني تعداد المواطنين ماتوا في الحرب العالمية الثانية. فين بقى كونج فو؟ فين الرياضات القتالية؟ ما نفعتلكش، السلاح غلب الفنون القتالية. وحتى لو أنا ببالغ في الرأي ده هوت، ففعلا أنت هوليود خلت أبطال زي بروسلي أو شاكشان أو جيتلي بيعملوا حاجات أساسا هو جرافيك يا جماعة، أو في المونتاج، أو إن ده مش حركات طبيعية. يعني تبص كده تلاقي بطل ينط يضرب 5 6 7، الكلام ده كلام، ده كلام فاضي أساسا ومش واقع. السلاح يغلب، السلاح يغلب. حتى أنت عندك كمسلم لازما عشان تدخل تحارب، في العقيدة عندنا ان انت واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني ما تجيش ايه تمسك العصاية وفي ايدك ان انت تقدر تجيب سلاح، يعني الفكرة مش كده. الايمان بيدخل هنا، لكن انت لو تقدر تجيب اقوى سلاح وتحارب بيه هاته. الدين نفسه بيحسك ان انت تجهز اقوى سلاح. ما تجيش تقول لي بقى انا هحارب بإيدها فاضية، مش منطق، ما ينفعش. التوازن العسكري لليابان قهر الصين بكونج فو بقى باللي انت عايزه وانتصر عسكريا. اليابان اتهزمت، لكن ده كان لاسباب تانية، طبعا تدخل القوة العسكرية الياباني، القنبلة النووية هيروشيما وقنبلة نووية على ناجازاكي، لكن تبقى ان الصين ومعلمين الكونج فو ما عملوش حاجة. يبقى كده الهالة الكبيرة حوالين الكونج فو وعامة بشكل عام الفنون القتالية هي هالة مش طبيعية. لو انا واحد وواحد وبنحارب ايد في ايد، او اذا بقول كده ايد بايد او سلاح بسلاح، يدخل بقى هنا التفوق. لكن ما تجيش تقول لي واحد ماسك رشاش وانا هحاربه بايديا، مش هتقدر تنتصر عليه الا لو كانت اراده ربنا. ده حاجه تانيه. الكلام ده اتلخص في سينما فيود في فيلم انديانا جونز، لما كان واحد ماسك سيف وقاعد يعمل حركات كده وراح مطلع هو المسدس وضربه. يعني لخص المشهد في الموضوع ده. على فكره بقى العربيه دي مش كوري. ازاي مش كوري؟ ابن خالتي قال ان هي مش كوري. ابن خالتك ده كوري؟ لا مش كوري، بس ايه، نينجا شايب وريال هنجري جاز بقى عشان ما تخافش عليه. في النهاية أنا حبيت بس أثبت لك إن الفنون القتالية موجودة، في ناس عندها قدرات خارقة موجود، فعلا مش هنكر الحتة دهيت، بس القدرات الخارقة دي مش كافية إن هي تخلي دولتك دولة عظمى. وإلا زي ما قلت كده اليابان ما كانتش احتلت الصين، ده كان في معلمين الكونغ فو، معلمين بروسلي نفسهم كان في الفترة.
ومش معنى كده ان انت ما بتتعلمش الفنون القتاليه او تربي اذا بيقولوا كده او ان انت تتعلم رياضات بدنيه، لا بالعكس، دي بتنمي الجسد وبتنمي الروح وبتهذب الروح وتعلمها، لكن مش دي كفايه، لازم تتفوق علميا برضو. ممكن في ناس او بعض الافراد عندهم قدرات عاليه، يعني مش هنكر الحته ده، في ناس فعلا، بس مش كل الناس ممكن توصل للمستوى دوت او ان ده يكفي ان انت تتفوق. هي دي وجهه نظر، قد يعني في ناس تختلف معايا فيها وقد في ناس انها ما تشوفها، بس انا عايز بس اوصل لك ان فعلا هوليود ضخمت الموضوع بطريقه مبالغ فيها، وعندك اشهر مثال فيلم ذا ماتريكس مثلا، وافلام كتير جوني ويك والافلام بتاعت جيت لي وبروس لي وجاك شان، افلام كلها فيها نسبه مونتاج عاليه جدا، ما حدش يقدر يعمل الحلقات دي بصوره متصله. وهي وجهه نظري بصراحه، يعني مش عايز بقى ايه افرضها عليك، اللي عاجبه الكلام فوق راسي واللي مش عاجبه الكلام برضه فوق راسي. في نهايه الحلقه اتمنى لكم ان حياه ممتعه وان انتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقه. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل الجرس وتتفرج على الحلقات اللي فاتت، ويا ريت تشاركوا الحلقات، ولو عندك اي انتقادات تفضل قولها في التعليقات مش اي مشكله، ولو عايز تقول اراء او اقتراحات تفضل قولها، انا مرحب جدا باي حد يقول اللي هو عايزه. وعايز اقول لك ان تعليقاتك دي بتكون دافع ان انا اعمل حلقات جديده. لو عندك افكار حلقات قول برضو في التعليقات، وان شاء الله هعملها باذن الله. اتمنى لكم حياه ممتعه، كان معكم بلال النصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.